السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنستأنف دروسنا في مادة علوم الحياة والأرض لفائدة التلاميذ الأولى ثانوي إعدادي. إذن بالنسبة لدرسنا اليوم سيكون مقسم إلى جزئين، الجزء الأول هو مدخل للوحدة الثانية، والجزء الثاني هو بداية درس استثمار الخرجة الجيولوجية. إذن بالنسبة للوحدة الثانية، عنوان الوحدة هو الظواهر الجيولوجية الخارجية. إذن من خلال العنوان يتضح أن هذه الوحدة هي ضمن وحدات الجيولوجيا. إذن ما هي الجيولوجيا؟ الجيولوجيا أو لا جيولوجي هي كلمة لاتينية مركبة من كلمتين جيو وتعني الأرض، ثم لوجيا وتعني علم، أي أن الجيولوجيا علم يهتم بدراسة الأرض والظواهر المرتبطة بها، سواء خارجية أي ما يحدث على سطح الأرض، أو باطنية ما يحدث في باطني. بالنسبة لهذه الوحدة سندرس فيها أربع ملفات. الملف الأول استثمار الخرجة الجيولوجية، الملف الثاني تشكل الصخور الرسوبية، الملف الثالث مفهوم الزمن الجيولوجي، ثم الملف الرابع الموارد بالنسبة للملف الأول استثمار الخرجة الجيولوجية، لماذا استثمار الخرجة الجيولوجية وليس الخرجة الجيولوجية؟ إذن كما تعرفون أن الدراسة فهي لحد ساعة فهي متوقفة في المدارس، وبالتالي لا يمكن إنجاز هذه الخرجة الجيولوجية عفوا، وبالتالي ارتأينا أننا نستثمر معطيات هذه الخرجات الجيولوجية. إذن كمقدمة لملاحظة المناظر الجيولوجية، يجب علينا القيام بخرجات ميدانية، وأثناء الخرجة الجيولوجية نستعمل عدة وسائل وأدوات في هذه الدراسة الميدانية، ومن بين أهم هذه الوسائل والأدوات الخريطة الطبوغرافية. فما هي عناصرها وكيف نستعملها وكيف يمكن تمثيل التضاريس على هذه الخريطة الطبوغرافية؟ أولا كبيرة، تعريف الخريطة الطبوغرافية. إذن من خلال هذه الخريطة اللي هي تمثل الخريطة الطبوغرافية لمنطقة برشيد، ثم الخريطة الطبوغرافية لمنطقة بني ملال، يتضح أن الخريطة الطبوغرافية هي واحد تمثيل مصغر لمنطقة معينة على سطح مستوي، يمكننا من تحديد وتوجيه موقع معين، وكذلك التعرف على نوع التضاريس التي تميز هذه المنطقة. ثانيا، كيف نقرأ الخريطة الطبوغرافية؟ أول ما يصادفنا في الخريطة الطبوغرافية هو عنوان الخريطة، الذي يكون غالبا مكتوب بخط عريض. فمثلا بالنسبة للخريطة التي رأيناها من قبل، هي خريطة لمنطقة برشيد، وبالتالي فتسميتها تكون الخريطة الطبوغرافية لبرشيد، أو الخريطة الطبوغرافية للسمارة، أو الخريطة الطبوغرافية لبني ملال، أو الخريطة الطبوغرافية لسيد أحمد العروسي. إذن كما نلاحظ أن الاسم دائما فهو يؤخذ من الموقع الذي ورد في الخريطة الطبوغرافية. نلاحظ وجود مجموعة من الألوان، وكذلك مجموعة من الرموز التي تسهل علينا قراءة الخريطة، وتمكننا من قراءتها بشكل جيد. مثلا اللون الأخضر يعني أن هذه المنطقة فهي مشجرة. بالنسبة لهذا الخط المتصل فهو يعني أن طريق منفصلة إلى آخره، يعني أن هذه الرموز فهي مجموعة من الرموز والألوان التي تسهل علينا أو تمكننا من قراءة الخريطة. إذن هذا بالنسبة للمفتاح. الآن سننتقل إلى كيفية استعمال الخريطة، كيف نستعمل الخريطة الطوبوغرافية. نبتدئ أولا بسلم الخريطة. سلم الخريطة هو الذي يمكننا من تحديد المسافة الحقيقية على الميدان، ويمكن التمييز بين سلم عددي أو سلم خطي. إذن كما قلنا من قبل، فالخريطة هي تمثيل مصغر، يعني مثلا أن بني ملال ليست بذلك الحجم الموجود على الخريطة، فهي فقط نسخة مصغرة لمنطقة بني ملال، وبالتالي نحن نعتمد على سلم الخريطة أو مقياس الخريطة لمعرفة المسافة الحقيقية على الميدان. إذن
كما قلنا سابقا أننا يمكن أن نميز بين نوعين من المقاييس. المقياس الأول هو المقياس العددي وهو عدد كسري، مثلا في هذه الحالة يوجد كما تلاحظون 1 إلى 50 ألف، أو مقياس خطي وهو عبارة عن قطعة مرقمة يمكن من خلالها أيضا استخراج المقياس. إذن لهما نفس الدور رغم اختلافهما لا شكلا، ولكن المضمون يبقى مضمونا واحدا. إذن سنحاول أن نقوم بتطبيق. إذن احسب المسافة بين النقطة A و B بحيث أن المسافة بين النقطتين على الخارطة تساوي 10 سنتيمترات. إذن سنحاول من خلال هذه المعطيات أننا نحسب المسافة الحقيقية بين واحد النقطة A ونقطة أخرى B على خريطة معينة مقياسها هو 1 إلى 50 ألف. إذن سنستعمل العلاقة الثلاثية بحيث كل 1 سنتيمتر على الخريطة فهو يساوي لنا 50 ألف سنتيمتر في الواقع، وبالتالي غيبقى لنا 10 سنتيمتر في الخريطة فهو يعطينا X، وبالتالي سنقوم بالعلاقة الثلاثية لنحصل على المسافة الحقيقية بين النقطة A و B. ثم بعد ذلك سننتقل إلى الاتجاه. إذن للاستعمال الصحيح للخريطة الطبوغرافية يجب توجيهها أولا، أي أن الاتجاهات في الخريطة يجب أن تكون مطابقة للاتجاهات في الميدان، ومن أجل هذا الغرض نستعمل البوصلة. إذن هذا تمثيل لبوصلة، وهذا أيضا تمثيل للأسهم التي توجد على الخريطة في الأعلى، هي صورة للأسهم التي تشير إلى NM أي الشمال المغناطيسي و NJ أي الشمال الجغرافي. إذن هاد السهمين يوجدان على جميع الخرائط الطبوغرافية، دائما ما نجد هذين السهمين اللذان يشيران إلى NM و NJ. إذن بالنسبة للبوصلة التي سنستعمل هي جهاز يحتوي على إبرة ممغنطة تشير إلى الشمال المغناطيسي أي N لM، وبالتالي عندما نريد أن نوجه خريطة معينة يجب أن تكون الإبرة الممغنطة متطابقة مع السهم NM الموجود على الخريطة. إذن كيف ذلك وكيف يمكن ذلك، وما هي الطريقة التي نستعملها لكي نوجه الخريطة؟ إذن كيف نوجه الخريطة الطبوغرافية بواسطة البوصلة؟ إذن نأخذ البوصلة ثم نضعها في نقطة تقاطع السهمين الموجودين على الخريطة لهما NM و NJ الممثلين بهذا الشكل أمامكم، ثم نبدأ بإدارة أو ندير الخريطة حتى تتطابق الإبرة الممغنطة للبوصلة مع السهم الذي يشير للشمال المغناطيسي على الخريطة بدون أن نحرك البوصلة. عندما يتطابق السهمين نقول أن الخريطة أصبحت موجهة، ثم ننتقل مباشرة إلى الإحداثيات. إذن كما تلاحظون أيضا أن الخريطة الطبوغرافية أيضا لديها محاور أو هوامش. على مستوى هذه الهوامش نلاحظ وجود بعض الأرقام. إذن ماذا تعني هذه الأرقام؟ هذه الأرقام فهي تدل أو تشير إلى إحداثيات هذه المنطقة. في ماذا نستعمل الإحداثيات؟ فنحن نستعمل الإحداثيات لتحديد موقع ما على الخريطة، حيث نعتمد على هذه الإحداثيات لكي نحدد موقعا معين على هذه الخريطة التي توجد أمامنا. إذن بالنسبة لأنواع الإحداثيات توجد إحداثيات كيلومترية ويتم تحديدها على المحورين المتعامدين المتدرجين بالكيلومترات على مستوى الخريطة، كما يمكن أن نميز أيضا النوع الثاني ديال الإحداثيات اللي هو الإحداثيات الجغرافية. إذن بالنسبة للإحداثيات الجغرافية فهي لها علاقة بخطوط الطول وخطوط العرض، مثلا
هذه الإحداثيات فهي إحداثيات جغرافية، بينما في الهوامش توجد إحداثيات كيلومترية. مثلا نفترض أننا نريد تحديد إحداثيات نقطة معينة على هذه الخريطة، مثلا لتحديد موقع هذه النقطة، مثلا هذه النقطة لتحديد إحداثياتها، فنحن نعتمد على هذه الإحداثيات الموجودة في الجانب، أي أن الإحداثيات ديال هذه النقطة هي 283 كيلومتر فاصلة 323 كيلومتر. إذن إلى هنا نكون قد انتهينا من الجزء الأول من دروسنا عن بعد، وإلى اللقاء إلى تتمة الدرس إن شاء الله.